طيب خلينا بقى نروح للأخبار اللي عندنا النهاردة وآخر أخبار المواقع المصرية والعربية والعالمية. الشناوي متحفز لمقارعة الكبار على اللقب. المعز علي جاهزون للبطولة. أما كهربا الأهلي في المونديال بيقول كهربا نسعى لتخطي الدحيل ومواصلة مشوارنا في هذه البطولة. وأيضا صبري الموشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري بيقول يجب أن نضع أقدامنا على الأرض وفرص الأهلي أكبر من فرصنا. مش عارف يعني أنا بشوف أن صبري المدير الفني صبري لموشي المدير الفني لنادي الدحيل القطري بيعمل عملية تنويم مغناطيسي. هل ده ممكن يحصل؟